واش الجراد كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا غندويو على البلان ديال وردة. كيف ما كتعرفوا فقنا لقينا وردة متكي سخفان ما عرفش مالو. ذلك وردة التايا مشكل فوق مشكل، باقي ما ترينيتي، باقي ما حتى شي حاجه. مالد وردة وديت مالد وردة عاوتاني توافق سخفان دير الاكسجين ومغيب وليه ستوري وشد الانستغرام ديالو سدها وتخربق وقال لك كاين شي ضغوطات على المكتب مسير وما باغيش يبقى في الراجا وعندو شي عروض ما عرفتش فين وخايت 600 مليون في عامين. فهمنا والو حنا هادشي اللي واقع دابا حاليا في فريق الرجاء البيضاء. ما عرفتش شكون يدير هاد المشاكل. ودوينا عليه البارح تفرجوا في الفيديو اللي هو السوسه هو اللي مدير هادشي، قال لك كيحرض في اللعابه. يعني بينو بينك وردة كيشوف انه كاينين لعابه لعبوا فريق الرجاء البيضاء وما خايدينش فلوسهم، كيشوف عاوتاني عنده المنع من هنايا، كيسمع الهضره من هنا الضغوطات. فري نقدر نتفق على القضيه هادي، القضيه نقدر نتفق عليها، ولكن شنو اللي ماقدرش اتفق عليه هو انه لعاب بروفيسيونيل، فهمتيني؟ يعني ما يتسناش انه غادي يكون فريق بحال هكذا وغادي يدير بحال هاد القضيه، واش فهمتيني ولا لا؟ هاد اللعيبه هادي كدار فين؟ كدار انه فاش كتكون فرقه صغيره، فرقه ما عندهاش جمهور ما عندهاش تاريخ، تقدر تخاف لسمعتي الهضره ولا سمعتي انه هذا ما تخلصش. ولا البارسا عنده مشاكل، تخيل برشلونه ميسي له في الاساطير، فريق كبير في العالم، لي سبور ديالهم ما بقاوش يعطيوهم الماكله ديال الفطور. اذا كاينه ازمه. تجي هذا الراجا صاحبي تسمع جوج كلمات تخلع. وريده جيبوا لي عجيب شي نوت. اتفقنا لقيناك سخفين ما عرفتش مالك، واش هاد الهيئة المصري الا كان شي مصري هنا يعطينا خويا اشاره، واش هادشي ولا عندكم؟ ما فهمتش انا. وردة لا سينا ولا سخفين علينا، باغي يفسخ العقد وبدير فيها نفسانيا وهادي ومن هنا وباغي يمشي وباغي شنا هو بحال الهيئة الوردي في الزمالك، ولكن الزمالك هما ضغطوا عليه. حنا باقي وردة ما دار مع حتى شي واحد، وتخايل معايا هاد وردة هذا يلعب باش يكون لاعب معانا ويضيع شي كوره وداك الضغط ونكون ندير عليه تحليل انايا ولا نخسر ولا نتعادلوا. هاد وردة يوصلوا التحليل ووصلوا الفيديو وداك الشيء والجمهور كيصفر عليه وكيعرف التيران وحنا زايدين من هنايا. واو وردة بان ليا صافي والله تهزوا ارجو بالله ارجو تهزوا ارجو والله تا ارجو بالله واه وردة والله يديك تا متكي بحال فشي جردة صح تا نوض تا نوض تريني نوض. عندنا الماتش الاول ضد برشيد صاحبي في برشيد مع 47 انا معولين على اللعابة وتا باغي تخوي فينا مخلينا حنايا لعابة كنا غنجيبوهم صغنا مجيبينك تا واللعابة اللي كنا غنجيبو حنايا كل ما سيناش معاك الراجا راه سينا وفراقي اخرين. تقرب يبدا الماتش الاول قات لي 5 ايام وتا هذا سخفتي واش منيتك؟ ما عرفتش هاد البلبله اللي نايدانا هاد السوسه اللي مديره دروينه وكيحرض في اللعابه ما عرفتش واش انا زعما. باش نقول لك سير تفرج فيديو، سير تفرج فيديو الاخر باش تعرف شكون السوسه اللي مديره المشاكل اللي جار مع دابا وردة وجار مع لعاب اخرين ودابا غيجر معاه عاوتاني وحدين اخرين. دابا شي حوايج نايدين هاد الناس فهمتي بار مسيرين الناس لعابه كيخربوا في الراجا دابا لا يعقل صح. ولكن مزيان بحال هاد الوردة بحال حركاز بوزو خاهولو هادو ديال الفلوس مزيان جمهور تا هو يعرف اللي عليه فهمتيني. اش بنادم تا هو ولا كيجي كيستعطف الجمهور كازا فيردي احلى جمهور نادي كبير. انا جيت راجا ديما راجا تسمع هاد الهضرة تقول ناري هنا نبات صافي هنا فين تفرش ليا. ولكن راه كلشي الماني تعشق الماني كي تشوف الماني تنساني. صوتنا ما معاونش ما نسمعوك شوية القرنابة يا عمرو وردة
وخت عاصم جبار هكار جبار جبار تالله يديك الزعبي تالله يديك الزعبي تالله يديك الزعبي انا الشيطان انا الشيطان نجي نلعب معنا ووردة انا نجيب لك تلعب في الراديو ولا فاك الدور لي في الكلينيك المخير باش يجي لي تالله يديك الزعبي سخفان ليا والله انا سخفان مجبد مكسل مكسل ما كاينش في هذا العالم طايفين على لعابه ومكسل ليا تما سخفان ومشكلة هذا لعب لينا الديربي بكري هذا هذا ضربات وقرعة بكري حدا هذا كارثة عاود ما ولا جا كارثة والله لا يدير شي تاويل ما هذا عمرو هذا ولكن كلشي الفلوس فلوس هذا فلوس جبد لي فلوس يولي واللي واقف واللي بحال الجن انا مار جاب شو 90 مليار عاجب فيه في باريس جابو 90 مليار الهلال عاد كيتخلص واش يدل شي 100 مليون ولا يتخلص دقيقة بهذا الفيديو اللي كندير فيه انا نيمار كدوز 3000 درهم كل دقيقه 3000 درهم انا ندير فيديو في هكا بحال الرنب شي الفرق كيدير بلان هذا عمرو حتى بغيتي نيمار على قدو جا السعوديه السعوديه دوك فلوس ولا جمعوا مصاحبي عاونوا افريقيا والفقراء وانا بنينا نجوم طلعنا مليون نيمار وطلعنا مليون رونالدو والله حتى هنا في العرب بالله كاينين واعرين خصها اللي يعطيهم الرعايه ونخلي الزرقين يطلعوا الى يلاه هما باركين كيجيبوا لعابه في حقك ابلان تقلبات تقلبات الايه وعمرو تنوض وعمرو حتى حنا دوينا على الهلال دوينا على النصر دوينا على فلوس دوينا على الدنيا دوينا تنوض باقي مكسل تما تنوض تنوض سردنا ماش نار السبت تنوض الله يهديك نوض الله الى الناعز والله مريض هاد الوردات المهم تسعود حاقة تسعود ديال الليل تسعود ديال الصباح رسينا الحسين حسين ايمن رقلتها ليكم قلت لكم في الفيديو اللي فات قلت لكم انا غادي يسيني حيت كان مدير فولو الانستغرام ديال الرجاء مرحبا به صفقة وقال فيها 400 مليون هو الهداف التاريخي هو الهداف ديال النسخة السابقة ديال كأس آسيا اللي غيتلعب دابا هو الهداف ديال النسخة السابقة مؤخرا كانت تجارب فاشلة وصافي مي هو مهاراش وباقي صغير وباقي رجع المهارات ديالو ماشي بحال اللعابة الزرقين كنعرفو هما مديرين والو السيد عنده كارير ديالو وغادي يرجع الفورمة هادير بحال وردة تا هو كان مزيان ودابا راه جبناه ناقص المهم تسعود خصو يسيني دابا يزتوني تناو من جيتو يزيدونا صانع العاب أرير كوش لأرير دروق نبينا عليه السلام صلى الله عليه وسلم وهادشي اللي كاين خلي الرأي ديالك وقول لي شنو بالك في هاد البلان ديال الوردة هو راه كيف ما كتشوفو باقي مكسل حدايا ما بغاش ينوض كنتمناو انه يرجع العقل وتقاد ليكيب ونقاد الجروب ديالنا الماتش الاول ضد برشيد خصنا نكونو واجدين والراس حربة خصو يجي في هاد السيمانة يصيني باش تهناو منو خلي الرأي ديالك في كومونتير وقول لي شنو بالك في هاد الحالة اللي واقعة في الرجاء كلشي باغي يفسخ كلشي باغي يمشي وردة سخفان ما يدير روينة عطيني الرأي ديالك قول لي انت كجمهور حيت الناس راه كيشوفوا مسؤولين لي كومونتير والرأي ديال الجمهور قول لي شنو بالك وشنو الطلبات شنو بالك في هادشي اللي واقع ديال الوردة وهاد البلانات الخاوين انت باقي ما تابونيتيش انت دير انت ورك انت ورك لا ابوني انت شددهم كنططهم دير بحق انت مالك اصاحبي راه خالقين هذا اصاحبي انت راه صباح وتتكركر راه